يعني شهادة على 30 يونيو أوثقها مع حضرتك، أنا أثق تماما أنها شهادة مختلفة. يمكن كثيرين مشغولين بأدوار مصطفى بكري المختلفة في المجال العام، لكن دوره ككاتب ومؤرخ للأحداث أعتقد أنه أجيال كثيرة يمكن أن تدركه بعد ذلك. يعني اسمح لي أولا أن أشكرك. شكرا لك على هذه المبادرة الجيدة، وأشكر الشركة المتحدة. الحقيقة أنها أفسحت المجال لحلقات هي عبارة عن توثيق مهم، توثيق تلفزيوني مهم، وأعتقد أنه سيكون لها أثرها الكبير، لأن هناك كثير من الحقائق، خصوصا مع يعني استعراضي لبعض الأسماء التي بدأت بها حلقاتك. الحقيقة يعني هي شريك وطرف أساسي وشاهد عيان على أحداث مهمة شهدتها مصر طيلة هذه الفترة التاريخية الهامة التي يجب على أجيالنا الجديدة أن تعرف ماذا حدث بالضبط. ربما لأن ذاكرة الناس أحيانا تنسى، وربما لأن الحرب الممنهجة التي تخاض ضدنا في محاولة لتزييف وعي الناس ونشر الأكاذيب والإدعاءات وتزييف الحقائق تحتاج من كل المخلصين على أرض هذا الوطن، كما نصح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، بأن يؤرخوا لدور الجيش المصري ودور المؤسسات المختلفة في التصدي للفوضى وللهجمة الإرهابية التي استهدفت طمس الهوية الوطنية المصرية وتفكيك المؤسسات المختلفة. وفي هذا الحقيقة كثير من الحقائق وكثير من الوقائع المهمة، ليست فقط في 30 يونيو وليست فقط في 3 يوليو، وإنما بالتأكيد كان هناك مقدمات كبيرة كثيرة. يعني اسمح لي أنه نبدأ شهادتك على 30 يونيو 2013 من 30 يونيو 2012. في هذا اليوم كان محمد مرسي بيتسلم السلطة من المجلس العسكري في الهيكستيب، وبعد أن ودعوا المشير طنطاوي، حضرتك اقتربت من المشير طنطاوي وسألته، قلت له هي الحكاية خلصت كده يا فندم؟ الحقيقة أولا قبيل إعلان نتيجة الانتخابات، وكان تحديدا في تقريبا 20 يونيو 2012 كنا على اتصال مباشر أنا والدكتورة فايزة أبو النجا، وكانت تسألني ماذا تتوقع، وكنت أتوقع في هذا الوقت فوز الفريق أحمد شفيق، ولكن الأحداث وتداعيات الأحداث التي جرت في هذه الفترة دفعت الأمور إلى إعلان فوز محمد مرسي في هذه الفترة.